بين القوات الحاملة للسلاح والقضاة هذه من ناحية معناتها أنت اليوم إنه ديوانة والأمن هذه واحد تحدثنا فيه راهو إنه ديوانة والأمن ما عندهمش الحق يعملوا ضربات باعتبار إنهم قوات تحمل السلاح. فيما يتعلق بالقضاة عندما تصبح السلطة القضائية والقضاء سلطة مستقلة بذاتها توفر لها كل الظروف المهيئة الاستقلالية متاعها ويأخذوا قرارهم بكل استقلالية مش تكلم وزيرة العدل تكلم النيابة العمومية وتقول له أفتح تحقيق ضد النواب 121 اللي حضروا في الجلسة وقت لي عميد قضاء التحقيق ما يقومش بهذا يقع التنكيل به هذا كله وقت اللي نتجاوزوه وقت اللي نوفروا الظروف المادية والواحد وقتها نجموا نتحدثوا ولكن وقت اللي نتحدثوا على القضاة زادة يلزمنا نتحدثوا كيف كيف معناتها نمنعوا الإضراب على كل القطاعات الصحة ممنوع يعملوا إضراب التعليم ممنوع يعملوا إضراب ولهنا ندخلوا في كبح معناتها الحريات اللي باش تصبح معناتها وكانه مخنقة اليوم راهو ما تنجمش اليوم تجي القطاع مهم ما عندوش استقلالية ومازال يفتك في الاستقلالية متاعه وتجي تقول راهو ما عندوش الحق وقت اللي يوصل ياخذ الاستقلالية الكاملة ويبدأ مستقل كامل الاستقلال على السلطة التنفيذية وقتها تنجم تقول ايه هاك عندك كل شيء وكل الامكانيات وعندك كل الظروف وانت مستقل ما عندكش الحق تعمل اضراب ولكن اليوم نجي نمنعه من الاضراب وانا نزل عليه من شير اخرى بوزارة العدل وما الى ذلك فانه هذا يتسمى معناتها تقييد من الحقوق والحريات اللي نص عليهم ديما دستور 2014.